طيب، في تحركات مريبة على الحدود الشمالية الإسرائيلية، وفي مجموعات من حزب الله بتحاول إن هي تعدي، في اشتباكات على الحدود، في تحركات هناك غريبة محدش فاهمها بالظبط. حزب الله أعلن إن هو ضرب دبابة إسرائيلية وقال إنه في حد مات جواها، وهم كمان قالوا إنه في 3 اتقتلوا من حزب الله. معنا دلوقتي الأستاذ جورج العقوري، باحث سياسي من لبنان. أستاذ جورج، ألو. نعم، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ جورج، أهلا بك. سمعنا يا فندم؟ نعم نعم طيب، هل فعلا في هناك تحركات غريبة على الحدود الشمالية الإسرائيلية؟ هل في تحركات مريبة من حزب الله؟ إيه اللي بيحصل هناك بالظبط؟ في الحقيقة ما يجري على الحدود بين لبنان وإسرائيل هو تراكم احتكاكات منذ بدأ عملية طوفان الأقصى، وهذا الأمر يعني يعتبر الطرفان أنه يعتمد على قاعدة احترام قاعدة الاشتباك القائمة بينهما، إلا أن الأمر يتطور ولا يمكن التأكد من أن هذه الخطوات سوف تبقى مضبوطة. يعني هل ممكن الموضوع بعد كده يتطور اكتر من كده؟ هل الاشتباكات دي ممكن تتطور اكتر من كده، ولا هي هتفضل اشتباكات حدودية كده فقط؟ ما يظهر حتى هذه الساعة أن الأمور تتفاقم، وليس معلوم كيف هذه الاشتباكات أن تبقى محصورة طالما أن يعني الوضع في غزة يزداد سوءا، فكيف لمحور الممانعة ولإيران تحديدا، لأنها هي اللاعب الأساسي الذي يحرك الساحات، أن تبقى مكتفة اليدين وتتفرج على ما يجري في غزة أو على ضارب حماس؟ فهذا الأمر مشكوك به، لذا يعني نتمنى أن يبقى لبنان بعيدا عن هذا الأتون لأنه لا يحتمل. يعني أستاذ جورج، ولكن بكل حضرتك أسف، بتقول إنه إيران مش هتفضل قاعدة بتتفرج على اللي بيحصل في قطاع غزة، ولكن هو إحنا يعني الناس شايفة إن هي قاعدة بتتفرج، يعني هي هل في أي اتفضل. أنا أتساءل إلى أي مدى تستطيع أن تبقى متفرجة متى أصبح الوضع أكثر سوءا في غزة؟ ففي الحالتين، إن بقيت متفرجة هي وحزب الله، يعني أن محور الممانعة هو كذبة كبيرة، وأنهم يستغلون القضية الفلسطينية من أجل تحقيق مآربهم وتحسين شروطهم، وهذا يفقدهم المصداقية وما يتمتعون به في الشارع في عواصم عدة في العالم العربي. وإن تحركوا فيعني أن الوضع سوف يتفاقم. يعني حضرتك بتقول ان هم لو فضلوا قاعدين كده بيتفرجوا يبقى هم بيتاجروا بالقضيه الفلسطينيه طول الوقت، ولكن لو اتحركوا الموضوع هيتفاقم وكده. يعني حضرتك شايف ان ده هيكون في خطر على لبنان؟ حكما لأن لبنان لا يحتمل، لبنان يعني نحن نتذكر حرب 2006 التي أعلن نصر الله بعد انتهائها بأسبوع أو أسبوعين: لو كنت أعلم أن خطف جنديين إسرائيليين سوف يشكل هذا الخطر ولو 1% لما خطها. فالشعب اللبناني يتمنى أن لا يسمع مرة جديدة لو كنت أعلم من أمين عام حزب الله، لأن البنية القائمة اليوم في لبنان لا تحتمل شيء. لبنان في الأساس في وضع انهيار مادي مالي اقتصادي اجتماعي صحي، وهو تعب من أن يدفع فاتورة الآخرين. لذا المطلوب تحييد لبنان عن هذا البركان، بغض النظر عن أن الشعب اللبناني بمعظمه متعاطف مع الشعب الفلسطيني طبعا. وليس متعاطف مع مغامرات حماس أو مع مغامرات حزب الله أو مع مغامرات محور الممانعة، ولكن هذا شيء، التعاطف مع الشعب الفلسطيني شيء، وخوض غمار أجندات إيرانية في لبنان وفي المنطقة شيء آخر. طيب،
توقعاتك ايه؟ هل يعني توقعاتك الشخصية وقراءتك للموقف، يعني هل ايران هتفضل تتفرج ولا هتتدخل لو حصل تدخل بري مثلا من الجانب الامريكي والاسرائيلي لقطاع غزة؟ هو هذا الأمر مضحك حين ربط حزب الله وإيران تدخلهما بالتدخل البري. بالاجتياح البري. فعلى سبيل المثال، منذ بضع لحظات تم قصف مستشفى ميداني مظبوط. وسقط ما بين 500 إلى 800، لا ندري حتى الآن الرقم. ايوه فهل هذا أمر عادي؟ وإن جرى تحرك بري يتحركون؟ يعني يعني تقصد انه هذا الموقف تقصد ان مهزأ. ايران عارفه انه مش هي... إنه... انه انه ان اسرائيل هتفكر 1000 مره قبل الاجتياح البري، فهي قالت كده عشان هي عندها شبه ثقه انه مش هيحصل اجتياح بري. أنا أقول بغض النظر إن سيحصل اجتياح بري أو لن يحصل اجتياح بري، ربط تدخلهم بالاجتياح البري أمر يعني غريب، كأنهم يتلطون خلف الاجتياح البري، لأنهم إن كانوا يريدون نصرة الشعب الفلسطيني فالشعب الفلسطيني يصبح الآن في غزة، وإن كانوا فقط يرفعون الشعارات فأمرهم سوف ينفضح في الأيام المقبلة لدى من هم ما زالوا حتى اليوم مغشوشين بصدقية محور الممانعة وبمدى يعني ممانعة إيران فعلا. هي الناس من دلوقتي بتتساءل يعني ازاي بيحصل كده في قطاع غزة والمجزرة اللي شغالة في قطاع غزة والإجرام اللي حاصل هناك، وإيران ما اتدخلتش يعني ما اتدخلتش بأي شكل من الأشكال أي تدخل مباشر يعني. فالناس من دلوقتي بتتساءل. للأسف نحن اعتدنا على إيران طيلة منذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979 حتى اليوم أن تتاجر بالشعب العربي. المسؤولون الإيرانيون تباهوا أنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية. المسؤولون الإيرانيون تباهوا أن قاسم سليماني قبل مقتله ب3 أشهر أعلن أنه يعني أصبح يسيطر على 6 جيوش في العالم العربي. إيران تحارب عبر الشعب العربي وهي لم تطلق طلقة بوجه إسرائيل، والشعب العربي هو الذي يدفع الثمن بكل أسف. طيب أستاذ جورج عقوري باحث سياسي من لبنان، أنا بشكرك جدا، والظاهر إنه الرأي العام في لبنان إنه هم مش عايزين لبنان تتدخل في شؤون هم مش هيقدروا يدفعوا التكلفة بتاعتها. لبنان دلوقتي بلد فيه مشاكل اقتصادية كبيرة جدا جدا، وعندهم مشاكل في البنية التحتية، وعندهم مشاكل في يعني في جميع المجالات يعني حقيقة، وبلد غير مستقر ولسه عنده مشاكل كتيرة جدا، ربنا يكون معاهم وفي عونهم يعني. فهم شايفين ان هم مش هيقدروا يدفعوا ضريبة اي تصرف من حزب الله او ايران، مع ان هم شايفين انه ده ممكن يكون فرد عضلات يعني، لكن هم في النهاية مش هيتدخلوا أي تدخل يعني. لك يا الله يا غزة. طيب